كده هنكون خلصنا الانديكيشن الكونترا انديكيشن والاوبريشن كلها. طيب بالنسبه للستيبس بقى بتاعه التونسيلكتومي نفسها، العمليه نفسها بنتعمل ازاي؟ طبعا ده مش معانا، ودكتور جمال قال ان هو مش معانا، فممكن لو حد عنده شغف ممكن يشوفها على اليوتيوب. هتكلم دلوقتي عن الكومبليكيشن والبوينتس اللي انا هتكلم عليها جوه الكومبليكيشن. خمس حاجات: انستيزيتك كومبليكيشن اللي بعد الانستيزيا، ريسبيراتوري كومبليكيشن، سيرجيكال كومبليكيشن، ولو في انفيكشن وفي هيموريج. طيب الانستيزيتك كومبليكيشن، الانستيزيتك كومبليكيشن هم خمس نقط، تمام؟ اول نقطه هجيبها من الاسم، تاني نقطه اسبيريشن، تالت نقطة ورابع نقطة اتنين بحرف الاي، تمام؟ والخمسة دي الفيتال، دي بقى خليها على جنب، دي حاجة خطيرة كده خليها على جنب. يبقى أول واحدة من الاسم، من الاسم أنا قلت إيه؟ أنستيزيتك كومبليكيشن. فالأنستيزيتك دراج، الأنستيزيتك دراج ممكن تعمل لي سنسيتيفيتي، يبقى في سنسيتيفيتي منها، ويبقى معاها ريسبيراتوري فيلير ومعاها كاردياك أريست. يبقى دي أول واحدة من الاسم. تاني واحدة أسبيريشن، بيقول لك ممكن يحصل أسبيريشن للفوميتز ديورنج الريكفري أو الإندكشن. فبيبقى عشان كده أنا قلت خليه في وضع إيه؟ الكوما بوزيشن. عشان كده قلت لك خليه في وضع الكوما بوزيشن، جاب أي فوميتنج هينزل لتحت. طيب يبقى الاولى من الاسم، الثانيه اسبيريشن، والاثنين بقى ثلاثة واربعة بحرف الاي. بيقول لك والله في ثلاثة، بيقول لك وانا بعمل انتيوبيشن خلال العمليه، تمام؟ وانا بعمل انتيوبيشن خلال العمليه ممكن يكون النك بتبقى شورت، وممكن التونسل تبقى لارج جدا لدرجه كبيره، فممكن يحصل بيبقى في ديفيكالت عندك في ان انا اعمل انتيوبيشن، او ممكن يحصل فيلر اصلا ان انا اعمل انتيوبيشن. فخلال المحاوله دي انا ممكن اعمل انجري عندك لللبس والتيث والتنج، انجري لللبس والتيث والتنج، دول الاربعه اللي هم بتاع الانسيزيتك ايه كومبليكيشن. طيب الحاجه بقى اللي هي الخمسه دي، الحاجه اللي حط لها خمس نجوم، انه ممكن يحصل مالجننت هايبرثيرميا. ليه؟ لان حصل باراليسيس في الهيت ريجوليتر ريجوليشن سيستم، حصل باراليسيس الهيت ريجوليشن سيستم الموجود في البرين، ودي بتكون فيتال، دي بتكون فيتال. يبقى دول الخمسه بتاع الانستيزيتك ايه كومبليكيشن. ندخل على الريسبيراتوري كومبليكيشن، نفس الكلام، الاولى من الاسم هيحصل ريسبيراتوري اوبستراكشن، التانية اسبيريشن بيقول لك ممكن يحصل هنا اسبيريشن نيومونيا، واتنين بحرف ال، الاتنين بحرف ال بيقول لك ممكن يحصل لارنجيال سبازم، تمام؟ بعد ما اعمل ريموفال للاندوتراكيال تيوب، او ممكن يحصل عندك ال التانية اللي هي لانج ابسس. دي بالنسبة للريسبيراتوري كومبليكيشن. طيب السيرجيكال كومبليكيشن، اول حاجة عندي اندر ريموفال. اندر ريموفال معناها ايه؟ دلوقتي وانا بشيل التونسل انا ممكن اسيب جزء من التونسل بالغلط وما اشيلهوش، تمام؟ اللي هو انا بسميه انكمبليت ريموفال اوف تونسلز، وده ممكن يعمل لي ريكارنت للانفكشن، وممكن يعمل لي كمان كوينزي اللي هي ايه اللي هي بتكون صديد. طيب اوفر ريموفال بقى، اوفر ريموفال معناه ايه؟ معناه ان انا وانا بشيل التونسل هبشت هبشه كبيره، وشلت حاجات تاني ستراكتشر تانيه جنب التونسل، تمام؟ شلت تيشو تانيه جنب التونسل، زي مثلا سوبيريور كونستريكتوري ماسل جزء منها مثلا، او شلت جزء من السوفت بلت، فدي ممكن يعمل لي فايبروسيس، يعمل لي اكزيسيف فايبروسيس، ممكن يعمل لك تايت بلت، وممكن يعمل لك نيزل انتونيشن، وانتونيشن يعني خنفان ايه في النوز. طيب او خلال السيرجري ممكن معرض جدا ان اعمل يحصل انجري، يحصل انجري للنير باي ستراكتشر، ماشي؟ زي اللبس، التيث، التنج، البلت والكلام ده كله. وممكن كمان يحصل انجري عندك للبلت، واللي حصل انجري للبلت عندك يعمل لي ايه؟ نيزر ريجرش. لو حصل انجري في البلت يعمل لي نيزر ريجرش. ده بالنسبه ايه كده، خلصت الانستيزيتك ريسبيراتوري السيرجيكال. هدخل دلوقتي على الانفكشن. بيقول لك غالبا الانفكشن اللي بيحصل بعد التونسيلكتومي بيكون في التونسيلر بيت، وبيكون في الفاركس، لكن ممكن بقى ايه يروح للنير باي ستراكتشر. والله ممكن يطلع لفوق عندك يروح للاير، لو راح للاير هيعمل لي اوتيتس ميديا، ممكن ينزل لتحت للرقبه للسيرفايكال لينفنود فيعمل لي ايه سيرفايكال ادينايتس، تمام؟ ممكن يروح بقى للمحيط اللي هو محيط التونسل، اللي هو بيروح للريترو فارنجيال سبيس، يروح للبارا فارنجيال سبيس، دول كلهم في محيط الفاركس. فالريترو فارنجيال سبيس يعمل لي فيها ريترو فارنجيال ابسس، والبارا فارنجيال سبيس يعمل لي بارا فارنجيال ابسس، تمام؟ ده بالنسبه ايه للانفكشن. طيب اخر كومبليكيشن بقى معايا هو الهيمرج، والهيمرج هو الموست كومن كومبليكيشن، وبيحصل في 3% من الكيزز بعد التونسيلكتومي بيحصل معاها ايه؟ بيحصل معاها هيمرج، وده دليل ان الكومبليكيشن اصلا نادرا او قليل قوي لما بتحصل. الهيمرج بقى قسمتها، هقسمها البرايمري هيمرج، ري اكشنري هيمرج، وسكندري هيمرج. يعني ايه برايمري هيمرج؟ برايمري هيمرج حضرتك يعني العيان وهو جوه العمليه بينزف،
تمام؟ يعني هيموراج ذات اوكير ديورينج السيرجري. طيب الايتيولوجي بتاعها ايه؟ الاسباب ايه؟ ممكن يكون مشكله من دكتور التخدير او مشكله منك انت كجراح او مشكله من او مشكله جوه المريض نفسه اللي هو فيه ادهيرنت مثلا للتونسل وكده. فهي بيقول لك في باد بريبريشن اوف ذا بيشنت، والباد بريبريشن اوف ذا بيشنت ده في الغالب بتبقى مشكله الدكتور ايه التخدير. طيب او باد سيرجن او باد ديسكشن، الدكتور مش شاطر بتاع الجراح مثلا، عمل حاجه غلط مثلا في العمليه ادت الى هيموريدج. طيب او باد ادهيرنت تونسل، في باد العيان نفسه بقى عنده مشكله اللي هو عنده ادهيرنت تونسل بطريقه فظيعه جدا باد، فمعاها طبعا ايه كوينز كتير جدا، معاها صديد كبير جدا. دي بالنسبه ايه للتيولوجي بتاع البرايمري هيموريدج. اعالج ازاي؟ حضرتك انا عندي هيموريدج جوه العمليه، يعني العيان بينزف مني جوه العمليه، على طول اربط ما فيهاش كلام، يبقى الربط هو الحل. ده الشعار بتاعنا في المانجمنت بتاع البرايمري. بعمل ليجيشن في الليجيشن، في احدد البليدنج بوينت واعمل لها ليجيشن، اعمل دايثيرمي واعمل كوتري. بعمل كوت طبعا، الحاجات دي بتبقى ايه بالحراره، تمام. طيب او اعمل سوتشر للبيلرز عندك والتنسيلر بيد بيد عن طريق الكات جت، عن طريق الكات جت. طيب لو البليدنج برضو ما وقفش ممكن بقى اروح للمصدر بتاعه واقفله واعمل له ليجيشن اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري، اعمل ليجيشن الاكسترنال كاروتيد ارتري. ده بالنسبه للبرايمري هيموريدج. طيب الرياكشنري هيموريدج بقى، رياكشنري هيموريدج بيقول لك ان الهيموريدج حصل للعيان بعد ما طلع من العمليه، يعني ال 24 ساعه اللي بيطلع منها التشيلدرن او بيطلع منها مثلا الادلت، بيطلعوا من العمليه بعدها ب 24 ساعه لو جاله اي هيموريدج، ده بنحطه في خانه الرياكشنري ايه؟ رياكشنري هيموريدج. طيب الايتيولوجي بيقول لك 3 بحرف الار، بيقول لك حصل ريموفال للليجيشن، يعني الحبل او مش الحبل بقى، اللي هو الرباط اللي انا عملته حصل له ريموفال او سليبنج. سليبنج يعني ايه؟ اتزحلق زي ما بيقولوا، الحبل اتزحلق. الار الثانيه اللي هو ايه؟ حصل ريليف للسبازم بتاع الفيسل. في ممكن وانا بحط اصلا وانا بربط بيكون في ممكن يكون في سبازم على الفيسلز، فلما السبازم ده يتفك فكده ايه الرباط اللي انا عملته ده ايه ممكن ايه يتقطع او ممكن اصلا يتشال، فده ايه ممكن يعمل لي رياكشنري هيموريدج. طيب حصل ريتيرن في البلاد بريشر تو نورمال، ممكن برضو العيان ديو تو انستيزيا او في الانستيزيا ممكن يدخل العيان في هايبوتنشن، حاله من الهايبوتنشن. ف اول ما يبقى في هايبوتنشن انا عملت ايه؟ ربطت، عملت ليجيشن، تمام. طيب العيان صحي من العمليه، اول ما يصحى طبعا يرجع يرجع البلاد بريشر عندك للنورمال، فيكح مع الكحه دي ممكن ايه يشيل الرباط اللي انا عملته ويحصل ايه؟ يحصل هيموريدج. طيب ايه الساينز اللي بتستخدمها في الدياجنوزيس بتاع الاكشنري هيموريدج؟ بيقول لك البلس بيعلى، تمام. اول حاجه فيه هيموريدج طبعا، فالبلس عندك ايه بيعلى. تاني حاجه ان بيحصل دروبنج في البلاد بريشر، البلس بيعلى والبلاد بريشر بينزل. العيان ده بيطلع ريد بلاد، فريش ريد بلاد مع اي سبيتنج، يعني بيتف ايه بيتف دم احمر، بيتف دم احمر، وكمان بيرجع دم بيكون كوفي جراوند كولر، بيبقى كوفي جراوند كولر، تمام. طبعا ايه وعمال ايه طبعا هو بيرجع ويبلع، يرجع ويبلع. طبعا دي حركه ريفلكس سريع بيحصل مع الهيموريدج اللي بعد العمليات، ريبيتد فريكوينت سوولوينج. لو بصيت لوشه كويس هلاقيه اللي هو بالر، هتلاقي وشه طبعا شاحب، وهتلاقي كمان ان هو عنده سويتنج من وشه. ممكن طبعا لو فتحت بقه هلاقي بيك كلوت هتكون موجوده عندك ايه في وان من التونسيلر بيت، في واحده من التونسيلر بيت بتاع الاثنين. ده بالنسبه ايه لرياكشنري هيموريدج. طيب المانجمنت بتاعها دلوقتي، الشخص ده طبعا دي مشهوره جدا طبعا الحاله دي، بعد التونسيلكتومي بيجي له هيموريدج. فانا بعمل ايه؟ اول حاجه بيقول لك اجيب جوز، اجيب قطنه، اجيب شاشه، واروح اغمزها عندك في H2O2 اللي هي ايه ميه اكسجين و4% لجنوكاين وادرينالين، حلو؟ اغمزها فيها، وبعدين اروح افتح بق العيان واروح على التونس المكان اللي فيه بليدنج مثلا جامد، واروح ايه احط اعمل لها ايه جنتل بريشر، تمام. اروح احط بقى ايه الكوتون دي او احط الجوز دي على المكان بتاع البليدنج واسيبه طبعا ايه اسيبه فيو مينتس. بس طبعا مش هروح اجيب قطنه كبيره واحشرها والراجل يموت مني في النفس، اكيد لا. انا طبعا بستخدم ايه يعني انا بستخدم جوز اللي هي allow the patient to breathe، تمام. ده بالنسبه لاول خطوه.
تاني خطوه بقى. تاني خطوه اروح طبعا ايه ادي له بعد طبعا ما يبدا النزيف يبدا يقف ادي له بقى ايه ميه اكسجين H2O2 مع ايس وايه جارجل واقول له يتغرغر بيهم. تمام دي تاني واحده. بعدين ممكن احتاج ان انا ممكن اعمل له انتي كواجولانت بلاد ترانسفيوجن ده برضه هيساعد على ان الهيموريج يقف. طب انا عملت الثلاث خطوات دول حضرتك والهيموريج ما وقفش اروح اعمل له ايه ادخله على طول اخده وادخله على عمليات تاني ادخله على عمليات واعمل له ليجيشن للبليدنج فيسل اعمل له ليجيشن للبليدنج فيسل ده بالنسبه ايه للرياكشنري هيموريج. طيب السكندري هيموريج سكندري هيموريج من اسمها بيقول لك ان هي بتحصل بسبب السكندري بكتيريال انفكشن وغالبا دي بتكون تحصل عندك ايه بتحصل بعد من 5 ل 10 ايام بعد العمليه من 5 ل 10 ايام بعد السيرجري سببها سكندري بكتيريال انفكشن وغالبا الانفكشن دي بتكون ايه طبعا في التونسيلا الفصه وغالبا الانفكشن دي بتكون ان ايروبيك انفكشن بتكون ان ايروبيك انفكشن والبليدنج هنا في الحالات دي بيكون مايلد غالبا بيكون مايلد. طيب المانجمنت عندك المانجمنت اولا ده ايه سببها انا قلت ايه سكندري بكتيريال انفكشن على طول لازم اديله انتبيوتيك ده لازم تمام فانا بديله انتبيوتيك وغالبا بيكون المترونيدازول والمترونيدازول هنا بيكون افكتيف جدا. طيب بعد كده بيقول لك اول ثلاث نقط في الرياكشنري هيموريج بنحطها هم اول ثلاث نقط نفس الكلام انا بجيب جوز واروح اغمزها عندك في ال H2O2 واللجنوكاين والادرينالين وبعدين افتح بق العيان واحطها على التنسيلر بيد تمام وبعد ما احطها على التنسيلر بيد بجنتل بريشر اسيبها فيو مينتس وبعدين بعد ما احطها فيو مينتس اللي هو allow the patient to breathe تمام وبعدين اروح ادي البيشنت H2O2 واديله H2O2 عشان وايس جارجل عشان يتغرغر بيهم وبعدين ممكن احتاج ان انا اعمل انتي كواجولانت بلاد ترانزفيوجن كل ده عندك ما وقفش البليدنج برده اخده المره دي واحطه على ايه برده نفس الكلام احطه على العمليات والمره دي اعمل له ايه اعمل له ايه كوتري تمام يبقى اعمل له ايه كوتري تحت جنرال انستيزيا. ده بالنسبه ايه ده بالنسبه كده ايه للتنسيلكتومي والتنسيلكتومي هي اهم عمليه في الاينتي هو بصراحه الشابتر كله مهم جدا.